السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. مقطع جديد في سلسلة السوبر اللي عجزت تكتمل، المرة هذه بنكملها بإذن الله. فتوني مخلص تصوير المقطع اللي فات اللي ما شافه، قاعد ألعب ورا بعض، ما أدري إيش بيصير معي، ما أدري إيش اللي بيصير علي. أتمنى مقطع يعجبكم، أهم شيء لا تنسون اللايك ولا تنسون الاشتراك، وخلونا ندخل على أقيام السوبر. أوكي يا عيال، طبعا من اليوم قاعد أصور مع نورمال اللي هو المقطع اللي فات كنت ألعب معه وللحين قاعد أكمل معه. فبيلعب ذا الجيم وبيطلع بيروح يجيب له فطور، يقول قاعدين نلعب هالصبحية أقيام زي الزفت، حرفيا أقيام خايسة. بس شو نسوي؟ الفايدة من الكلام اللي قلته، الشيء الوحيد المفيد إن الأقيام اليوم خايسة أو أقيام الصبح. طير، لا الحين نطير، لا خرب عليه. نايس كلير، لا لا بعيدة بعيدة، طقها بعدها عنه، ولمسة ثانية ولمسة ثالثة ونورمال يكملها. يا عمري والله يكملها، يعجبني الروتيشن حقه. نايس 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 نايس. اوه لا 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 يا ساتر، صدينا ذي، صح انها بطيئه. لا تعال بفجرك، هذا صدمته بس ما تفجر واخذ البوست مني. نايس تشالنج، نايس طقه فوق فيك. يا ساتر يا عيال، والله تفيك بقوه ذا. يلا هانت هانت على السوبر يا عيال، انا بكمل والله لو اكمل لين الليل. انا الحين صبح، لو اكمل لين الليل ما يدخل. انا ان شاء الله قايل لكم المقطع الجاي سوبر، المقطع الجاي سوبر اللي هو المقطع هذا. اخ هو مرسب وطار، توقعته بيطقها زياده بس فيك البزر. الو جبت العيد، نايس سيف. حط الدشات باليد الجديده يا عمري، والبلوك يا وجيه، خرب على هذا بعد. لين ترجع للكوره، شوف شوف شوف، ما رجعت للكوره. والله انا كري، واضح اني ناشب. مالك ابلش مع جمب، اوكي ما استخدمه، اسبق هذا اصدمه لك نورمال. لا يا اخي لا لا، ايوه تقبع تقبع تقبع، يقول ام الريكفر السريع يا عيال. ايه تصدقون والله اني احسبها تعادل يا عيال، نسيت اني متقدم. يا ملك يا ملك، يلا هنا اذا كنت افكرها تعادل هنا هدف الثاني. قاعد اقول انا والله ما ادري ايش قاعد اقول. طير خرب عليه لك نورمال. عمري والله كان بينصدم. ايوه صدمت على الكوره، طقه كذا على السريع. باقي 15 ثانية يا عيال على الجيم. اوكي. الو الو. نايس، دخلت الكورة نصها. اوكي جي جي. هذا يا عيال يقدمي، تذكرونه؟ اللي تابعني ايام السوني يا عيال بيعرف هذا اللاعب. هذا رياض 59، ذا لاعب فرنسي. كان دائما يجيب توب 1 في ال 1 في 1 على العالم طبعا، لكنه عن طريق الغش. عشان كذا أمن عمل البطولات وأمن عمل الشو ماتشات. فالحين ما زلنا يعني كنا وما زلنا نجلده، فان شاء الله الفوز بالجيب. بس عيني عيني، بس 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 هجت. طبعا اخذنا بريك طويل تقريبا نص ساعة، راح يجيب له فطور وجاء. يعني لعبت انا جيم راندوم بس وقفت تصوير، اني كنت داري اني بخسر وفعلا خسرت. بس 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 لما رجع ذا، خلنا ندخل على الكورة. يب خذ جمب يا عيني لور. تكفى ما عدى، والله توقعت اني عديت من عنده بس انه لمس الكوره. لا 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 ما تفيك نورمال، ما نتصدم ما نتقربع كذا الله يهديك. يا عيال نورمال عكسنا حرفيا، الحين الواحد اذا قطع ورجع اللعبه يصير لعبه خايس صح؟ لا نورمال يصير افضل وقت يلعب فيه بروكت اذا كان قاطع يجيب 2000. شوف الحين يحرق ما عدى 1700، كان جوعان لعبه كويس، شبع صار لعبه خايس، وانا تفقعت. نورمال سبحان الله انت زينا بشري. توت قلعهم القهران، لك 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 حبيبي، المرمى تحت. اوكي بس طار ذا مسبق يا عيال، مسبق الله ياخذه. جيب البوست حقك عشان ما تسبق مره ثانيه. ايوه بس ها ذا حمار ما يتفيك ابد. ايوه يا ساتر يا ساتر يا الاعياد. فيك امسك نورمال. نط 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 خلاص كثر ذا.
يا ليل الدشات يا جديدة والله يا تراني جلي في الاكس كثير. بس بعيونكم يا عيال هجت اي البلوك ليتس جو. انا كنت ابيها ريست فعلا يعني بس انها جليت هنا بس راح تبلك التيس ذا الفرنسي. ايوه اوبا بس اي جوت ات يا مريض اي جوت ات عندي انا اللي احسم لك وانا اللي اطير وانا اللي اسوي كل شيء يا السبك. ايه وش خلاك تسوي بومب يا مريض اخي والله مو بوقتك يا نورمال والله قايل لكم اذا شبع والله انه يصير مريض. كوري 600 وسكوره 200 القم الحين بلومك زي الراندوم يا السبك. يلا كلوز ون انت بعد. انا هذا ترى ما داني من ايام السوني توكسيك هذا اولا ثانيا عنصري وثالثا غشاش بروكيت ف يب والله يا عيال تبون الصدق بحياتي ما قد حقت على لاعب زي ذا اللي ضدي والله بحياتي. اي واحد تكسك عليه من بكره تلقاني العب معه عادي الا هذا. ايوه صددي اللي تابعني ايام السوني يا عيال ويشوف بثوثي قبل بيعرف قديش اني اكره هذا الانسان. ايوه اجيب الكوره نقدر نقول جي طيح يب يلا هانت على السوبر هانت. يا ساتر شوفوا سكور يا عيال صوروا الشاشه كريك يا نورمال كريك لم الماتش ميكنج يا عيال هذا ماتش ميكنج غريب شوي ضدي نفس الثور هذا العاهه ضدي مرتين ورا بعض استمر هذه مع 2000. ايوه راح لا وش الفلك الخايس ذا الله لا سبك القم الله القهر يا عيال والله القهر اللي تو وجهت هدف خرب عليه يمديك نورمال يا بالعيد يس ليتس جو حبيبي ثانكس ذي كلجة يا عيال انا كنت بوست انا اعتمد علي بس ايوه صدمته ساتر الو والله يا عيال جيم غريب ما اثور من رياض الا ذا اللي اسمه اي والله لعبهم عادي والله قهر يا هذا اللي قهرني ترى نقاطهم عالية ولعبهم عادي هدف الو عصر الكوره صعررت تعرفون شو صعررت يعني هذه اللي يعني اللي مو بسعودي يعني اللي ما يفهمون مصطلحاتنا كذا اذا انتفخت الكوره كذا طلع لها شيء اسود كذا انتفخت يا عيني هدف اخي والله العظيم جيم غريب طلع لي البوست طلع لي البوست يا عيال يا اخي خلاص لعب الونز ها الو جبت هذا الاكسات اللي يقولكم عنها باليد والله هذه سبب اليد لانها جديده الزر ثقيل شوي بس يلا ما عليه راح عادي اصلا كانت الافضليه النورمال توتر والله سريعه والله ما توقعت بتجي بالقوه سوي ذا شادو فيك طيب القم يلا القم بعد انت القم سكار نورمال 100 يا عيال وانا سكاري 600 الا طب ليه زدت لنفسي شوي وخليت نورمال وفرق بقي له رقمين ويزود ويصير 200 والله ان كلهم تيوس يا عيال جيم المفروض نسجل اهداف واجد ها مديك اوك نايس 30 ثانيه اصمل 30 ثانيه بس نبي هدف ثاني طيب خرب على ذا يب لا قاريك والله كان بيفيك البزر بس لو غيره ترى عدى من عندي بس هذا عارف حركاته شوف سكوري والله انا مكري نورمال عموما عادتي اسويها بس يعني اني اكري يعني يعني يمكن رايتها كذا يعني لا تحسبوني قاعد اقولها وانا صادق يلا يا عيال جيم السوبر مع وسيم يا عيال خسرت مع نورمال لين طحت يا عيال والله طحت لين 1840 ووسيم قابلته قبل شوي اوكي بدايتها كيك اوف زي كذا وسيم قابلته قبل شوي جلدنا يعني انا نورمال فالحين ضدنا سملق بس زبده ان شاء الله انها جيم السوبر باذن الله يا عيال ان شاء الله نايس اوكي صدها مديك هدف صح يب والله ليت وسيم وديها للجهه الثانيه نورمال على لساني الوسخ من اليوم قاعد العب معه قعدت احرق معه ساعات كثيره ترى لا وزيدكم من الشعر بيت نقاط اللي ضدي عاليه مره يعني بناخذ نقاط الارض لو فزنا ايوه والله قهر ما ها لك 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 يا اقلع بليسه صدها حبيبي البلوكات اللي ورا بعض يعني كنت لحالي والله بغيت القم نايس وسيم هد يا مريض ما معك بوست يا عيال على انه مو بلاعب ونزل انه غشيم
هو لاعب ثريز مفروض يكون مخه أنظف من مخي. ها شوفني يا ولد. طيب تبي تفجير؟ والله ما أترك، والله هذاني حلفت، والله ما أتركهم. ما معي بوست، ما معي بوست. أيوة تفهم، لا ما تفهم، عطيتهم الكورة. تخرب على هذا بعدين تخرب على الثاني. ليتس جو. وكيف تكون كريه كذا على طول؟ نايس نايس، الله علقه. بس طير، حطه فوق البكبورد، بعدين لمسة ثانية. يولوني مسوي بانكيك يا عيال. امسك. قوية يا عيال، والله آسف بس ما كان معي بوست كثير عشان كذا. بنلقم بنلقم يا ملك يا ملك انت. اه صديتها مرة ثانية عندك، شوفني. طيب ما معك بوست ناول، خرب عليه. ما معي بوست ترى يا. طيب طيب طيب، شخصنت انا يا عيال مع انه جيم السوبر، بس والله عادي ابيع الجيم عشان افجر واجد. الو وسيم، والله لا تشيس. وش انت تفجر، انا تشيس. ها لك وسيم، يلا كلوز ون كلوز ون كلوز ون. شيكم ما شخصنت يا عيال، شيكم يا عيال. انا قاعد العب وانا ارجف، يدي بارده ومشغل مكيف، مع ان الدنيا برد ترى، بس كذا ما ارتاح الا بمكيف. القم القم القم، تنفجر معي المره ذي. القم، المشكله اني مفجور يا عيال. يلا باقي 30 ثانيه، اتوقع بناخذ 13 نقطه. مالك وسيم، ليه ترجع يا قرد؟ يمديك وسيم؟ مالي مالي، كويس انك حشرهم يعني فمرماهم. تكسك في الشات شوي. هدفك؟ تكفى هدفك، اطربني تكفى. فيكم يا عيال، ما شخصنت ترى، ما شخصنت. يلا هذا السوبر لعيونكم يا عيال، باذن الله على الألفين والألفين ومية ان شاء الله. يطلع ذا بيروح الجامعة الساعة 11:30، بيروح الجامعة. هو ما طلع صح؟ دز الزبدة يا عيال، السلسلة هذه عية تجي الله ياخذها من سلسلة. ثانيا دامنا جبنا السوبر في التوز، الحين هدفنا في التوز ان نجيب 2000 ان شاء الله. الشيء الثاني ترى التوب حق الونز ما نسيته، ادري انكم متذكرينه وذا، بس ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه نجيبه. ولا تنسون ان في الايام الجايه برضو بنزل لعبه هاوي اوت، تدري اني قلتها لكم اكثر من مره، بس ابيكم تتحمسون لها يعني، للناس اللي ما قد شافوها ولا يعرفونها. فاتمنى مقطع اليوم اعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه، ويلا في امان الله.